بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر علمته وكرمته وشرفته وفزلته على الشهور وهو الشهر الذي فرزت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي من النار فيما تمن علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.